تخيل معايا كده طواجن مليانه وغرقانه شوكولاته، وبعد كل ده سعرها بيبدا من اول 40 جنيه. المكان اسمه تشيكولوجي وهو فاتح قدام سمسمه اللي فاتح في الدقي، ومش اول مره ليا اجربه. غير ان المكان قعدته لذيذه وحاجته حلوه قوي، اسعاره كمان تحفه. هبدا معاكم باكتر حاجه انا بحبها فعلا من المكان ده، وهي الطواجن، وده كان طاجن تشيكولوجي. شايفين بقى المنظر الخطير ده؟ هو بيكون عباره عن كيكه متغرقه في صوص الشوكولاته وعليها شوكولاتات متقطعه، وكمان بيجي معاه بولتين ايس كريم عشان يطروا الطعم شويه. وبعد كل ده سعره 60 جنيه. تاني طاجن كان الميكس ما بين الوايت شوكليت والشوكليت العاديه، وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا اصلا ماليش قوي في الوايت شوكليت، بس انا فعلا اتفاجئت من كتر حلاوته. المفاجاه الاكبر ان سعره كان ب40 جنيه. وطبعا بمناسبه العيد فانا كان لازم اجرب الفته دي، والمره دي كانت بالوافل وسعرها ب45 جنيه. ولو انت بتحب التشيز كيك ومش نفسك في حاجه تقيله قوي، فانت لازم تجرب التشيز كيك جار دي، وكان سعره 40 جنيه. كمان بيعملوا كيترينجز في المناسبات واعياد الميلاد، وكل سنه وانتم طيبين.